السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا طيب؟ معانا النهاردة 20 طريقة لتشكيل المعجنات بطريقة تحفة تحفة تحفة. اشتركي معايا في القناة، كل يوم فيديو جديد، وصفات طبيعية، أكل، معجنات، مخبوزات، حاجات جميلة جدا. يلا نشوف مع بعض. أنا هعمل معاكم 1/2 كيلو دقيق، بياخد معلقة أكل كبيرة سكر، 1/2 معلقة ملح، زبادي أو رايب أو حليب عادي أو مية، مش فيش مشكلة خالص، كيس خميرة فورية، شوية زيت، ده خل الفواكه اللي احنا كنا عاملينه في الفيديوهات القديمة بستخدمه في كل حاجة الصراحة. المايونيز عبارة عن حليب مكثف ولبن مكثف ومحسن خبز، العجينة اللي معانا دي ومية سخنة عشان تشغل الخميرة بسرعة لان الجو برد جدا. بندوب المكونات في بعضها. 1/2 كيلو دقيق ابيض، يعني مثلا قولي 2 معلقة أكل زبدة، انا هخلي المكونات تاخد معانا الدقيق اللي هي عايزاه بقى، يعني قولي هتاخد 4 مجات دقيق مثلا. عايزه تعجني كيلو وعادي هتحط نفس المكونات. العجينه بتاعتنا في بيتزات، في فطاير، في كل حاجه شغاله جميله جدا، الحاجات الموجودة كلها في الفرن. وهنشوف الحشوات معانا دلوقتي، حشوات جميلة وسهلة جدا ومتوفرة في البيت. الحشوة دي حاجة انتي بتحبيها، ممكن تعملي طحينة بناجن كويس جدا 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 عشان يديكي عرق وطعم حلو. نقفل بالمشمع دي بقى عشان تخبر. معانا نوع من الحشوات، معانا عملت بطاطس هسلقها، اي نوع بطاطس عندك، كبيره صغيره، بتتحمر مش بتتحمر، اي حاجه. اغسلي البطاطس وقطعيها يا صوابع يا مكعبات عادي خالص، في حله على النار، شويه زيت، البهارات انا هحط التوم دلوقتي هقطعه، معاه شويه ملح بس، لكن بقيه البهارات بحطها بعد ما البطاطس تستوي. ومعانا ورقه لورا بتدي طعم حلو جدا، وحطيت شويه ميه مغليه صغيرين خالص وغطيت الحل. بعد ربع ساعه ولا حاجه هتلاقيه استوت خالص، تروحي حاطه بهاراتك، شطه، بابريكا، كزبره، اللي انت بتحبيه. ديت حشوه. الحشوه الثانيه اي نوع اجبان عندك، انا عندي جبنه قريش حلوه، عندي جبنه مثلثات، عندك بقى رومي، شيدر، موتزاريلا، عندك لحمه، عندك فراخ، عندك بسله مسلوقه حطيها مع البطاطس، عندك حلاوه طحنيه، اللي انت عايزاه اعمليه. بنقلبها كويس جدا، حط معاها كبشه قشطه تدي طعم جميل جدا، وشويه لبن حليب يمشي لنا بس المعجن، يديها طعم حلو جدا جدا جدا، هتبقى زي الكريمه كده جوه السندوتشات اللي هنعملها فطاير. ويلا بقى نشوف طرق تشكيل. دي امثله للحشوات. العجينة بتاعتنا بقى اختمرت، هنعمل مع بعض طريقة تيجي ايه تقريبا 20 فطيرة كده. معجنات هتعجبك جدا جدا جدا، واشكال جميلة تحفة سهلة. سيش بس تشتركي معانا، كل يوم فيديو جديد هيعجبك جدا. العجينة اللي احنا بنكورها دي بتركنيها على جنب تخمر تاني. تحشيها جبنة، تحشيها مربى، تحشيها اللي انت عايزاه، فراخ، اللي انت عايزاه. هنحطها على ورق خبز، وبعدين بيض ولبن من فوق كده. ده يا حبة البركة يا بذور سمسم سمرة، بسم الله ما شاء الله. دي الحاجة التانية جميلة جدا، الوصفة دي وشكلها شيك وتدي نتيجة جميلة جدا. ده سمك العجينة بتاعنا، بنديها زين عشان تبقى مرقة، وده كزبرة وشبت وبقدونس، عليها ذرة او بطاطس مسلوقة او ذرة اصفر مسلوق اللي متوفر عندك في بيتك. الوصفات اللي بيبقى فيها طبقات دي بتبقى رفيعة، ودي خلطة التوريق، تبقى عبارة عن زيت وعلى شوية دقيق.
كشكشيها وحطيها في الصينية. لازم الحاجة تخمر الأول، طلع شكله تحفة، جميل، تغيير جميل جدا. في معظم المعجنات دي لو عايزة حاجات صغيرة، دي زبدة والجبنة بتاعتنا اللي احنا عاملينها، الجبنة ممكن تضيف عليها زيتون، خيار مخلل، الحشوات ديت برضو اختياري زي ما قلنا، وقفلي عليها كويس جدا جدا، واعملي شرايط 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 اهو، دوريها. ريحتك كده هتديكي شكل جميل جدا. وما تعمليش بالحجم ده، لو انت عايزه اعملي فطاير صغيره، شفتي طلعت معاكي ازاي، اعملي فطاير صغيره، ما تعمليش الحجم الكبير ده. لازم الحاجه تخمر كويس جدا 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 قبل ما تخش الفرن معاكي. وعامه عندنا بيبقى صفار بيض على بيض على حليب بودر على شويه زيت. طبعا العجينة بتاعتنا مليانة كالسيوم ومغذية جدا جدا جدا، وكل ما العجينة تطلع معاكي بالطريقة ديت بتبقى خمرت حلو جدا جدا جدا. ده صنف حلو، شفتي طلعت جميلة اوي الصراحة. ده ممكن تحط سكر على قرفة، على فانيليا، سكر بودر، يطلع جميل على زبدة، وعلي مكسرات لو انت عايزة. اللي متوفر عندك في بيتك اشتغلي بيه، جميلة جدا وسهلة جدا. بتقسميها من النص وتلف وتبرمي بس كده، مفيش اسهل من كده اهو. الجبنه بتاعتنا اهي قفلنا عليها. الفطيره دي انا بحبها قوي الصراحه. هتحاولي تحطي حاجات سهله جدا 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 معاكي. انا طبعا مسرعه لك الفيديو عشان تقدري تشوفيه، عشان ما تبقاش مدته اطول من كده. وتقفلي عليها كويس جدا جدا وتقلبيها. اهو وهي هتخمر هتفرش مع بعضها. تقدري تعملي فطاير بقى حجم صغير بنفس الافكار اللي احنا عملناها دي كلها. شكلها تحفة. شوفي شكل الورد اللي احنا عملناه ده، شكله جميل جدا. في افكار كتيره معانا في المعجنات، تابعيني، اشتركي معايا في القناه، لايك للفيديو، ارفعيه لو سمحتي، وشيري الفيديو. مربى، حشينا مربى، ممكن تحشيه زي ما انت عايزه برضو. ده للناس بقى اللي هتغمسه باي حاجه، مش مشكله يعني. شكله تحفه. اللي احنا عملناه ده دقيق او نشا وحته زبده، عشان احنا عايزين نورق. عامه في التوريق، يعني ايه توريق؟ بتعملي طبقات في التوريق، بتعملي نشا. الحاجات اللي بتبقى فيها التوريق ديت ما بنحطش خميره في العجينه، خلي بالك بقى من النقطه دي، لان احنا بنبقى عايزين طبقات، لو حطيتي خميره هيمسك كله في بعض. فالعجينة اللي احنا عملنا بيها ديت هي نفس العجينة بس من غير خميرة، عشان تطلع لك طبقات.
تقدري تبطئي الفيديو من الثلاث نقط اللي فوق في اليوتيوب، عندك السرعات، تفرد العجينة بسمك كويس عشان ما تبقاش معجنة. لاحظي ان العجينة ديت بتدخلي في بعضها، لاحظي ان العجينة ديت طبقات كتير، فما شاء الله يعني ايه بسرعة. بتعملي الحاجات مع بعضها وتلفي العجينة مع بعضها، ونعمل بدقيق وبيض ولبن. الطبقة اللي احنا بنفردها تحت زبدة دقيق او زبدة بدقيق عشان ايه بنورق الطبقات بتاعتنا عشان ما تبقاش لازقة في بعضها. دي بتبقى فطيرة كبيرة. الحاجات اللي بتبقى مورقة دي يا جماعة ما بنحطش خميرة ولا بيكنج باودر في العجينة. العجينة بتاعتنا جربيها في بيتزا، في كل الفطاير، في كايزر، في كله تحفة، والمايونيز بيضيف عليها طعم جميل جدا. خلطة الوش بتاعتنا اهي، هنا خضار مع لحمة مع بطاطس، وتقدري ما تحطهمش جنب بعض ويبقى كل حتة لوحدها زي السندوتش كده، بتبقى جميلة جدا. بطاطس مهروسة ولحمة وفلفل اهو براحتك خالص، وتقدري وهتتنيهم طبقات، واللي ياخد هياخد واحدة، وممكن ما تحطهمش جنب بعض بحيث ان هما ما يلزقوش في بعض، ان هي تخمر وما تلزقش في اللي جنبها، ما يبقوش شكل فطيرة. يعني احنا حطيناهم جنب بعض عملوا شكل فطيرة، لكن انت تقدري تحطي كل واحدة لوحدها. الشكل ده بيبقى شكله بقى تحفة وسهل جدا على فكرة. الخضار ده شاب، تقدر تحط كزبرة زي ما انت عايز، بيبقى شكله حلو جدا لما العجينة بتخمر، بيطلع شكله جميل جدا. لازم العجينة تخمر كويس قبل ما تحطها في الفرن. ده بيض على لبن على لبن بودر. الحشوات اعملها بالموجود عندك والمتوفر عندك، تطلع جميلة. دي بقى فن دي لوحدها. تقطعي جنب بعضه كده، ده عن الجمل، دي حشوة مسكرة زي ما انت عايز اعمليها، وتقدري تعمليها موالح برضو. بالعكس، واحدة كده واحدة كده واحدة كده واحدة كده. الحاجة دي ما بتبقاش سميكة قوي لانها بتخمر، خلي بالك. وتقدر الضفاير دي نقدر نحط تحتها سوسيس، لانشون، سجق، هيبقى طعمها حلو. يعني تيجي تفتحها تلاقي طعمها حلو. والجبنه بتاعتنا جميله خالص اهي، اي نوع جبن بقى موجود عندك، اللي موجود عندك حطي، وممكن بعد ما تطلع تحط عليها بدل الجبنه دي شوكولاته من النص، صوص الشوكولاته اللي احنا بنعمله في البيت.
دي الحشوة اللي هنستخدمها هنا، السكر على قرف، وبنحط معاه زرف فانيليا للناس اللي بتحب الوصفات اللي فيها قرفة يعني. سينابونيا، وبنفرش تحت طبق الزبدة، بتديله طعم جميل جدا. خلف خلاف كده، يخمر كويس جدا ويدخل فرن. دي كررت مننا تقريبا دي. حشواتك بقى اعمليها زي ما يجي في بالك، اعمليها على طول، سهلة جدا. انت تاخدي افكار على فكرة وتقدري تطلعي احلى من كده كمان. جربي بس العجينة بتاعتنا هتعجبك جدا. تقدري تحطي سوداني، فستق، تعملي حشوة انت بتحبيها. حشوات ممكن تعملي حشوات حلوة تانية مختلفة زي ما انت عايزة. تقدري تعملي مالح، دي جميلة بقى، التحفة دي. جزر على بصل على فلفل على بابريكا، العجينة بتاعتنا لازم تخمر حلو جدا وبتقطعها حلو جدا. نحط الحشوة بتاعتنا، تقفلي عليه. وبس كده، والف هنا وشفا. ما تنسيش تشترك معايا في القناة يا جميل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.